عادت قافلة مساعدة الأنبار إلى مدينة الفلوجة بعد تقديمها المواد الإغاثية إلى المتضررين في مدينة حلب السورية جراء الزلزال. وانطلقت القافلة في وقت سابق إلى سوريا حاملة معها مواد غذائية وملابس وأيضا مستلزمات طبية، بالإضافة إلى مساعدات مادية لإنقاذ العائلة السورية جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وأجزاء كبيرة من سوريا. وبارك الله بهؤلاء الرجال، الرجال إن الله خلق خلقا لقضاء حوائج الناس. ها هم الرجال، ها هم الأبطال، ها هم أبناء الفلوجة، ها هم أبناء القرمة، ها هم أبناء الرمادي، ها هم أبناء هيد، ها هم أبناء حديثة، أبناء مدن الأنبار كلها تجمعت وتجسدت في هذه الصورة الطيبة المباركة من شبابنا. تركوا الأهل وتركوا العيال وتركوا الديار وتوجهوا إلى حلب لإنقاذ أهلنا في حلب بالمأكل والمشرب والملبس وفي كل ما يحتاجونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل ذلك في سجل حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.